السلام عليكم. الواقعه كيفاش وقعت اخويا؟ الابن ديالي نزل صيفط لي شي دري الفيديو اللي هي دوات فيه وقالت بلي راه ود كريم العساس وادي وادي. الابن ديالي جا عندي كيبكي قال لي با انا ما دايرش. مشى لعندها قال لها خالتي رانا ما داير والو وغادي تهميني وغادي نمشي للحبس. اتهمته بالسرقه ديال الطوموبيل، خون الذهب وخون جوج المليون، وهما قالت لك خمسه. وانا الابن ديالي ديك الواقعه اللي وقعت فيها السرقه كان هو في الباركينغ مع الدري كياكل في الطاجين، والعساسه كيشهدوا بلا الدري حيت العساسه حنا كنتضامنوا كتكون شي حاجه تراس كنتجمعوا كاملين، اذا الاب ديالو ما كاينش. ما ربما هو شد الكلبه وهو عند العساسه اللي هما هي في الدرب ديالها تهرسوا خمسه طوموبيلات، والاخ مصطفى العساس اللي على الشارع تهرسوا له جوج سيارات. الله يجازيه بخير هذاك السيد كيشهد بشهاده الحق. شكون هرس هاد السيارات؟ هاد السيارات كيقول لك واحد من مجموعه خمسه، وشي تيقول لك العساس اللي مات اللي كان في اللي في البلاصه اللي كتسكن هي تيقولوا لي عبد الله جا ولادو قالوا العساس اللي ولا جديد تعطينا حق بونا. ما ربما الله اعلم بيناتهم داك الشيء جاو قال لك دقدقوا وداروا وبغاو يسقوا في الابن ديالي، والابن ديالي انا العساسه كيشهدوا بشهاده الله وشهاده الحق بالله الابن ديالي كان واقف حداهم ولا بجد لابد رعيه بحال هذه عنده اختها انا اللي شاري عليه وقفوا وبالكلبه وواقف قال لك الدري هادو هما كلهم قصار وانا الابن ديالي راه تبارك الله واخو الا خرج ان شاء الله دابا راه طول مني راه عنده 18 عام راه طول مني. حنا واخدين هاد السلاله من الاب ومن الام. الاب ديالي طويل والام ديالي طويله ومن عالي الله سبحانه وتعالى. جا عندي الدري مشى عندها قال لها خالتي راه ماشي انا، قالت لي ما كانش اللي ود كريم، قالت لي سير ما ديرش ما تخافش ولا شدوك رانا نجي نخرجك. جا الابن ديالي قال لي انا ما درتش انا كذا، انا حسيت بالله هما غادي يجيو يديوه حيت لحقاش انا راه ضارب في السربيس مزيان ديال الحراسه. ما علينا، قلت لي سير طلع للدار نزل عندي مع الفجر. قال لي الاب ديالي سير طلع تنعس الليل كامل وانت في البرد وفي الليالي هذه. قلت لي ولدي سير طلع انت تنعس. قال لي غنمشي للجامع نصلي، وهو كيصلي مشى للجامع صلى مع الناس. جا منين جا قال لي الاب سير طلع تنعس. قلت لي سير طلع انت تنعس حيت انا خايف عليه راه الكبده ديالي هذيك. جبت الفطور طلعت فطرت انا وخوتو، هو نزل مو نزلت لحقو غير يفطر به شويه. نعست واحد ساعه ونص جات الام ديالو كتفيقني نوضره ولدك الدوه هوت. قلت اللهم هذا منكر الله يبين الحق الى اخره. جاو نزلت لمكان الحراسه، جاو السلطه ديال طوما. ملي جاو السلطه ديال طوما قالوا لي كبالك الدري ولدي الصغير سير طلع وراهم دار. طلعوا لدار كبالا نزلوا ما هبطوش ما لقاوش ولا ما عرفتش. نزلوا عندي قال لي كبالا تجيبوا لينا. قلت لي يبان نجيبوا لكم. قلت لي شوف انت عندك وليدات وانا ولدي ما دايرش. انا ما كنقولش خرج لي ولدي، انا تنقول لك اسعد الضابط حقق في هذا الشيء، هذا الشيء بغيت فيه تحقيق حقق. الا كان ولدي دايرها يستاهل العقوبه بالدليل اللي كانت الكاميرات وكانوا الشهود وكانوا بلا ولدي اللي دايرها يستاهل العقوبه. انا ولدي ما دايرش، انا ولدي هزيتو لحمه كبرتو عليه يديه في الحراسه. مشاو الدائره، جاو دائره ديالنا حنا ديال الترونتويت حيت هذوك ديال بيرمانوس. جاو قالوا لي كبالاش هذا الشيء كريم ولدك. قلت انا ولدي ما يديرش هذا الشيء وانتم عارفينه، والدائره ديال الترونتويت الحمد لله ديالنا حنا عارفين ذاك الابن ديالي ماشي شفار ماشي رافق الشفاره، الدري داخل سوق راسه الى اخر. قال لي تجيب لنا كباله. هاد كباله هذا باه ما بغاش يتقدم معاه. جا عندي قال لي عمو. قلت له يلا بديتو قدمتو للسلطه ديال الدائره ديالنا. ما ضربوه ما اداوه ما مسوه ما حتى لعبه، شدوه داو قدموه عند الاخرين، داو عند ولدي كوميسارية. حنا دابا في باب المحكمة إن شاء الله، وكنطلب من الله ورضاة الوالدين يخرج. وكنشكر السي الحموشي وكنشكر جلالة الملك وكنشكر الشعب اللي مضامن معنا، واللي ما مضامنش مرحبا. السيدة دارت تنازل بعد السيدة دارت تنازل وكنجازيها بخير، ولا كان محرشة شي انسان علينا حنا بيننا وبينه تلغدا قدام الله، لان حياتي انا كلها ليل. انا كنعس سنة بعينيا
باش نوكل الوليدات ديالي. التشارك اخويا جات واحد السيده بمنتصف الليل تقريبا شي 3:30 الليل، جابت البوليس الدري ولد العساس، ولد العساس عاس في واحد الباركين ديال الطوموبيلات، عاس على الناس ديال السكينه كلها، كيعرفوا الدري اخلاق ديالو زوينه، ما عمرو دخل الحبس، ما عمرو شاف حتى الكوميساريه اصلا. هاد السيده تهمته بانه دا لونفولوب فيه 2 مليون وفيه الذهب وهادي، ولحت عليه شي حوايج ما كايناش. هاد السيده دابا راه كتبات للدري تنازل بانه باش يخرج، وحنا دابا راه حنا كنتسناو الشرطه القضائيه اللي دير المجرى ديالها اخي. حر الاعلام ما كثر، شنو وقع نزاع؟ شنو وقع في ما كاينش اخويا شي نزاع بيناتنا مع هاد السيده او كنعرفوا دير بنا وقع تهراس هو بالنسبه لهاد السكينه هادو ديال التشارك. كاينين الناس كيدخلوا من حومه اخرى، كيجيو من لازون اخرى خويا، وكيدخلوا كيكسروا كيهرسوا هادي وكيلصقوها في الدراري. الناس اللي ساكنين تما، الناس الله يعمرها دار، الناس الساكنه ما كاينش فيهم كاع اللي هو كيدير شي حاجه اللي هي خايبه. يعني خويا سبب النزاع بانه جاو 5 اشخاص، هاد 5 اشخاص ما عرفوهمش هما اصلا، هي السيده ما عرفتهمش. حتى للسات الصباح قالوا ليها شي ناس بان هاد السيده راه ولد العساس، العساس كريم كيقطن بمنطقة التشارك، راه هو اللي كسر، هو اللي دا 2 مليون، هو اللي دا الذهب ودا هادشي هذا. واش انسان دخلنا عليك بالله اخي حاط 2 مليون ودا بغى يحطهم في الطوموبيل؟ راه لا يعقل. بنا اسم هاد الوقت هادي راه ازمه، 3 سنين ديال الازمه، بنادم الا حطيت انا غير 600 درهم في الطوموبيل انا راه ما يمكنش ليا باش غادي نعس اخويا، ما يمكنش ليا. واش انا نحط انا الطوموبيل ديالي في الزنقه ونحط فيها 600 درهم او 700 درهم وغايجيني نعس؟ ما يمكنش. غادي نحط الطوموبيل ديالي وغادي نحيد الامانه ديالي، غنديرها في جيبي وغادي نطلع لدارنا. هادشي اللي كنعرف. معلم ان با هو اللي حاضر في الباركينغ، ما يمكنش شي واحد، ما كاينش شي واحد. يعني با كيهبط حتى الصباح اخي، كيهبط مع 8 الصباح با، الدري كيطلع مع 8 كيطلع بحال هاجو، الدري كيطلع كيرتاح كينعس، كيشد الليل كيطلع ينعس بالنهار، الصباح صافي كيطلع كيرتاح. العساس هاد باه كيفيق مع 8 يا الصباح، كيشد مع الصباح، ما كيدخل حتى 7 العشيه، كيجي الدري مع 7 العشيه كيشد الباه العسا. هادشي راه معروف اخي، بالنسبه للعسا راك عارف الاوقات ديالها كيفاش دايره، وهادشي اللي كاين اخويا.